مرحبا بكم الناس الكل، مله غصره مله ستريس، باتش مش عادي، الواحد قلبه قريب يسكت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، على الاقل عملنا نقطه. صحيح ما انتصرناش، عملنا مباراه كبيره تكتيكيه مثاليه، كنا نجم ننتصروا في المباراه هذه ضد الدنمارك العملاق. راهو جيل قوي وقوي برشا، من اقوى الاجيال اللي خلقتهم الدنمارك، معناها ثاني في الكوب دي ناسيون الاخرى، دومي فيناليست تاع كوب دوروب. الحمد لله نقطه باهيه نبنيو عليها، الدخول في المسابقه من اعلى طراز. عن برشا معناها بارابور المسابقات اللي فاتوا في الكوب دي موند، تونس ديما ما تعرفش تدخل المسابقات هذه، خاصه ضد معناها المنتخبات الكبيره. نقطه ضد الدنمارك مهمه ومهمه على المهم. توا الكونتور قاعد يماركي، فرحان برشا اليوم بالاداء تاع الملاعبيه التوانسه، بالانضباط التكتيكي، بالخطه اللي هبطت، كيف كيف بالتوصيات بتاع جلال القادري. الملاعبيه الكل ما قصروش براتيكمون، وخاصه اليوم قينا جول حارس مرمى كبير وكبير برشا، نحي لك دو باراد معناها مهمين. يتعملق معناها البارد الاول، لاول مره الدنمارك تدخل لنا معناها ما بين ليليني واريكسين، ياخذ الكره قدام لي ديفونسور، يلقاها بطبيعه محلول على خاطر يصير ديزيكيليبر، يشوت يتعملق دحمان، كيف كيف كره راهو فلوتونت معناها تمشي وتطيح كيما يعملهم كريستيانو وجونينيو، يتعملق ينحاها. صحيح معناها كنا نجمو نقبلوا بونت ونعيشوا الكوشمار نتاع مباراه لونجلتير، لكن اليوم الحمد لله خرجنا معناها بنقطه، نقطه مهمه برشا نبنيو عليها، وان شاء الله ان شاء الله توا بشويه بشويه توا يلزمنا معناها نبردوا شويه، نخمو في الماتش الجاي، معناها نعملوا كل شيء باش نحاولوا نجيبوا 3 بوان قدام استراليا، وربي معانا. بالطبيعه باش نحكيوا على المباراه هذه، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل، ومرحبا بالمشتركين الجدد، باش نبداو متفاهمين. راهو اي واحد اليوم قبل المباراه وبرشا عباد تقول له اسكو تصحح معناها قبل المباراه باش المنتخب يعمل نول، راهو يصحح لك ديريكت، على خاطر معناها الصعب المباراه، كيف كيف اهميه المنافس، كيف كيف الاجواء اللي كانت دايره ومحيطه بالمنتخب التونسي. اليوم اليوم الحاجه اللي تفرحني انه هبطوا براتيكمون بنسبة 90% الملاعبية اللي تستحق تلعب، الملاعبية الكومبيتيتيف، الملاعبية اللي عندها زاد، عندها في ساقيها تنجم تنفع المنتخب التونسي. فما ملاعبية يمكن معناها ظلمناهم، ولا نجم نقولوا ضيعنا برشا وقت باش نحطوهم في بلايصهم، كما اليوم مثلا عصام جبالي، برشا عباد تنبر، لكن اليوم عصام جبالي قام بمباراة مثالية. معناها علاش الملاعب هذايا عندنا قداش نعيطوا وناديوا انه لازم يكون هو راس الحربه بحكم المردود اللي قاعده نقدم فيه في فريق. اليوم رتحنا برشا، اللاعب هذايا شد الكوره طلع معاها اصحابه، الثنائيات براتيكمون الكل يربحهم. بالنسبه للهدف معناها واللقطه والراس راس اللي جاء مع الجول، غادي توفيق من عند ربي في بوزيسيون كيما كيكا لونجل تتسكر لك تحطها بين ساقين الجول، يا تلوبها اختار باش يلوبها، خساره ما تماركتش. وشوفنا لورجو اللي ماركاه، الامكانيات البدنيه كيفاش شد كوره الاخر وقت، قعد يتومبوريزي حط الديفونسور في ظهره وماركا بونتو بالاكستيريور، مزيان برشا. خساره اورجو بالنسبه للملاعبيه اليوم كما قلنا كانوا في نهارهم، لاكس كان مريقل على الاخر، عدى مباراه كبيره شويه شويه مريح، عنده شويه كثيقه زايده. بالنسبه للملاعبيه نتاع الميليو العيدوني كيف كيف الصخيري، مباراه من اعلى طراز، خاصه اليوم العيدوني قدم مباراه كبيره وكبيره برشا في فكان الكوره، كيف كيف في لومبلاسمون، كيف كيف في كيفاش يتبع الملاعب يلعب كونترو في البوزيسيونمون في الفاز دو جو اللي هو موجود فيها، كيف كيف فك الدم البارد كيفاش يخرج كوره، وعمل معناها فازات تكنيك ياسر مزيانه. كيف كيف الصخيري اليوم لعب مباراه كبيره. بالنسبه لي دو زيكسونتري معناها كنا خاصه وقلتها في الفيديوهات اللي سابقه ان نسحقوهم خاصه في الديفونس، في الديفونس باش يكونوا كولي يبداو لاصقين الملاعبيه نتاع لاكس. هذاك اللي صار اليوم قيناهم لاصقين الملاعبيه نتاع لاكس، براتيكمون نلعبوا بخمسه في لاكس، وصحيح معناها القدام ما قيناهمش برشا بحكم انه فما توصيات معناها من جلال القادري انه براتيكمون ما يفوتوش السونتر، على خاطر نعرفوا القوه نتاع الدنمارك في لي دو زيكسونتري نتاعها. نحكيو على كريستنسن، نحكي على اللاعب تعليد السيونات، كيف كيف مايلي على اليسار، دونك قاموا بمهمه كبيره وكبيره برشا باش يشدوا الملاعبيه هذوما ما يخليهمش احرار. كيف كيف اليوم خدمه وكبيره وكبيره برشا من ثلاثه ملاعبيه نتاع الاتاك، اللي منهم هما يبدا الديفونس ومنهم هما يبدا فكان الكره. قبل ما نحكي معنا على ثلاثه ملاعبيه هذوما، خلينا نحكي على الشيما تكتيك. اليوم الشيما تكتيك بطبيعه على الورق شفناه ثلاثه في اللاكس، اربعه ثلاثه
دونك الثلاثه القدامين لنا فما بوزيشنمون تاع سليمان نتجادلوا فيه. سليمان عنده حريه اكثر باش يبريسي لنا على الاكسيال اليمين نتاع الدنمارك بحكم زاد انه الدنمارك تلعب ثلاثه في الاكس، كيف كيف عنده حريه ولا عنده ديكونسيني باش يرجع للميليو باش يحصر وما يخليش الكره توصل للملعبيه نتاع الميليو. نحكيو على اويبيرك كيف كيف ديلاني اللي تقلقوا برشا، وخاصه البريسينغ اللي شفناه ميديان بطبيعه في الوسط من المساكني وجبالي وبن سليمان كيفاش قلقوا برشا الملعبيه الزوز نتاع الوسط هذوما، خلوهم يرجعوا برشا معناها للديفونس باش ياخذوا كره في المناطق هذيك. وقتها الدنمارك نقصت الخطوره نتاعو، قعد اريكسان يلعب في الوسط ما بين ليليني براتيكمون ما نجمش ياخذ حتى كره يتلز يرجع التالي، دونك تنقص الخطوره. اليوم عرفنا كيفاش ناقفوا الفريق هذايا وقفه صحيحه ولزيناه باش يلعب الكره اللي ما يحبهاش هو، دونك لزيناه يلعب على الاطراف. صحيح هو معناه قوته على الطرف اليمين خاصه بالتوزيعات، حتى كي عمل لي سونتراج كنا حاضرين في الكرات الهوائيه ولي ديويل براتيكمون الكل ربحناهم، دونك لزيناه باش ما يدخلناش من العمق. قلنا معناها الفرصة الوحيدة وإلا العملية الخطيرة الوحيدة اللي تخل من العمق دقيقة 68 إريكسان وقتها كان خطير، لزيناه باش يمشي على الأطراف وقتها غادي نحصروهم معناها بالإكسونتري مثلا جوش تبدأ كرة على اليسار العدوني يزيد المساكني من الكوتي هذيك وعندك الديفونسور لاكسيال على اليسار. دونك كما قلنا خدمة كبيرة برشا من ليني نتاع الأتاك كيفاش يقربوا لبعضهم ويسكروا اللعب وسيرتو معناها يقلصوا المساحات مع ليني ميديان ليني نتاع الميليو وما يخليوش الملاعبيه زاد لي ديفونسور يعملوا الرولونس نتاعهم. دونك وقفه من اعلى تراس خلاتنا في الحاله الدفاعيه مطمئنين، خلاتنا الكره ما توصلش بسهوله لل 18 نتاعنا وكنا في معظم معناها ردهات نتاع الماتش واقفين مليح. في الميتون الاول عملنا ميتون اكسبسيونيل ديفونسيفمون ما خليناش الدنمارك تلعب اللعبه نتاعها. دونك في كلمه المنتخب التونسي كان في الحاله الدفاعيه يلعب خمسه اكسيالات تزيدهم معناها دو بيفو تزيدهم بن سليمان يوخر اكثر من اللاعبيه الاخرين وليو ثلاثه واثنين، هذه نجحت على الاخر دونك في التكتيك اللي حكيناه. بالنسبه للحاله الهجوميه خدمه كبيره برشا من عصام جبالي بعد ما تتفكره اي ملاعبي الملاعبيه الكل قاعدين يخموا في عصام جبالي باش ديريكتومون تمشي له الكره، كره اللي هو يعرف يستحفظ بها لي ديويل براتيكمون الكل معناها ربحهم، عنده كوفرتور دو بال حاجه ياسر ياسر مزيانه كنا نفتقدوا المهاجم هذايا في برشا مرات. كيف كيف عنده اكتوش تكنيك عادي يخرجك معناها بثلاثه ملاعبيه ويرجعها وسط الميدان. نقولوا احنا معناها بطبيعه مقارنه يمكن لا تجوز اما نقارنوا معناها في البروفيل، بروفيل خدم برشا بروفيل بنزيما. اليوم نحكي على عصام جبالي ونجح فيها المهمه هذه بطبيعه وقت اللي ياخذ كره المسانده نحكيو على مساكني وبن سليمان، خاصه بن سليمان في الكوتي هذيك كان قريب له اكثر كانت فما معناها دي باس وبطبيعه يمكن طلعه ولا زوز من ليكسونتري دروا نحكيو على دراغر باش يعمل سوبيريتي نيميريك يصير الديكالاج من غادي وكنا نجمو اختار اكثر وكان عرفنا كيفاش نركزوا في العمليات نتاعنا. بالنسبه للمساكني كيف كيف كان حاسب معناها في ياخذ كوره يرتح اصحابه، حاولنا نلعبوا من الكوتي جوش شويه لكن معناها ما حاولناش نكونوا ياسر اوفنسيف، ما حاولناش يمكن نطمحوا اكثر باش نسجلوا الهدف. في اللعبه الكل نتاعنا كانت مرتكزه وقت اللي نفكوا كوره نلعبوها على عصام جبالي تطلع معاه شويه ليكيب. بطبيعه كنا حذرين برشا وقت اللي الكوره تمشي لعصام جبالي ما نطلعوش ايكيب كامله، ديما نخليو خمسه ملاعبيه التالي على خاطر عندهم معناها قوتهم في لي ترانزيسيون ما خليناهمش يعملوا دي ترانزيسيون. بالنسبه للميتون الثاني شفنا كيفاش الدنمارك يمكن سيطرت اكثر على وسط الميدان، علاش؟ على خاطر التوصيات نتاع المدرب نتاعهم معناها وصى اريكسان باش يرجع اكثر مع الملاعبيه نتاع الميليو كيف كيف لي دو زيكسونتري يسدوا الوسط ويدخلوا للوسط، هذاك علاش صارت سوبيريتي نيميريك خاصه في الوسط، خذاوا علينا كره لكن ما كانوش اختار برشا. كيف كيف بالنسبه للمدرب معناها نتاع الدنمارك عمل التغييرات التكتيكيه نتاعو وقت اللي براتيكمون يخرج اكسيال بويسكو يلعب بثلاثه في اللاكس لاكسيال جوش ويدخل يانسين اللاعب هذا يلعب ميليو البوزيشنمون نتاعو صحيح تلقاه غادي لكن معناها وهمي، نقولوا احنا بويسكو ياخذ كره يطلب معناها بين الخطوط عادي انه يعمل لك سوبيريتي نوميريك معناها تخش عليها الدنمارك ولا تلعب اثنين في اللاكس، هذاك علاش شفناه مهيمن علينا بحكم زاده المنتخب التونسي زاد امن المناطق نتاعو، دونك شفنا هيمنه صغيره في وسط الميدان. بالنسبه للتغييرات شفنا ثلاثه تغييرات لكن ديسبوزيتيف تكتيك ما تبدلتش بحكم بن سليمان يخرج سليتي ياخذ البلاصه هذيك، رتحنا شويه سليتي في بعض الوضعيات بحكم يعرف شت كوره، حبيناه يمشي اكثر معناها فير لاتاك لكن لنا يمكن عصام جبالي ليفيكاسيتي نتاعو نقصت شويه بحكم زاد تعب بما انه يساهم في فكان
الكرة ومن بعد بطبيعة يخرج مساكن يمشي سليتي على اليسار يدخل حنا بعد المجبري بوسيونمون نتاعو على اليمين وبطبيعة الخنيسي يدخل في الاتاك. بون الخنيسي البروفيل نتاعو نتاع اللاعب اللي يعمل جوستك سبرينت ما تنجمش تعمل عليه برشا في بناء اللعب. وقتها المنتخب التونسي يولي يلعب سيستم 5-4-1 باش نأمنوا المناطق نتاعنا وبطبيعة من بعد كشريده بلاست دراجر فرجاني ساسي بلاست العيدوني. خفت منه شويه منه التغيير هذا العيدوني بما انه الاوروبير نتاعو العيدوني خفت انه فرجاني ساسي ما يلقاهمش معناها مع الملاعبي يلعب كونترو ولا الملاعبيه تلعب كونترو. وبالنسبه للمنتخب التونسي بنسبه كبيره وكبيره برشا عرفنا كيفاش نخرجوا من المباراه هذه مباراه تكتيكيه من اعلى تراس. ربحنا براتيكمون لي دويل كل عرفنا كيفاش نخليو الدنمارك ما تلعبش على نقاط القوه نتاعها اللي هي لي ترانزيسيون نتاعها. شفنا بالطبيعة في الميتون ثاني كيفاش المنتخب التونسي يطيح في الريتم يقعد يدور في الكرة التالي هذاك على خاطر معناها الدنمارك تحبك تطلع لها وظاهرة لي كونسيدي نتاع جلال القادري انه نطيحوا الريتم على خاطر كان باش نطلعوا لها باش تضربنا في ظهورنا في الاسباس. دونك ظاهرة العملية على الاخر حتى بالنسبة للدنمارك نفس الحاجة عملتها براتيكمون. ومن بعد يمكن شفنا هيمنة معناها اكثر من الدنمارك وعملت فرص خطيرة على الاخر واحدة منعنا منها ما كل جات على البار وبتبيع البينالتي اللي قلوبنا وقفت معاها. استر ربي الاربيتر عطانا حقنا بويسكو انفولونتير كيف بالنسبه للبينالتي نتاعهم. بون هو حسبها انفولونتير فما اربيترات يزفرا واربيترات لا. المهم خذينا حقنا خرجنا بالنقطه الثمينه هذه حاجة مهمة برشا بطبيعة مباركوا للسعودية مباراة تاريخية لحظات تاريخية يربح الأرجنتين منتخب عربي يربح الأرجنتين بالنجوم متاعه اللي هز كوبا أمريكا مش سهل حتى طرف عرف كيفاش تلعب لها عنده مدرب قوي إرفي رونار هذاك علاش ديما نطالبوا باش يكون عندنا مدرب قوي برشا بطبيعة يخلص برشا فلوس يمكن مليار في الشهر. دونك ان شاء الله تو خلينا نركزوا مع الملاعبيه اللي عندنا مع جلال القادري اللي قاعد تو ينجح في المهمه نتاعو ندزوا وراء المنتخب التونسي وان شاء الله يا ربي 3 نقاط في المباراه الجايه. كان بطبيعة ما جاوش 3 نقاط على الاقل نقطه ووقتها نفضوها مع فرنسا الجريح نوعا ما معناها في المباريات الاخيره في الاصابات كيف مش ولا بد معناها في الامور الكل. ربي معانا ورا ديما المنتخب التونسي. اليوم فرحنا اليوم فرحان صراحه وان شاء الله بالتوفيق. هذا هو الفيديو نتاع اليوم حنا نعرف رايكم في الكومنتات على المباراه هذه. نحكيو زاد الاجواء اللي صارت في الشارع في القهوه كيف كره بتزمر ان شاء الله ديما معناها افراحنا متواصله. نشوفكم فيديو الجاي ونقول لكم بالسلامه.